في بالبرد في الجبال الأطلس، أو حالة الطفل الذي يعني يشرب الحليب من يعني من كلبة. فهذه حالات التي ظهر بأن تلك الأخبار التي روجت بكثافة في الشبكات الاجتماعية لا علاقة لها بالمغرب بالمطلق. في كلمتي توقفت عند كيف تؤدي الأخبار الزائفة إلى إنشاء مواقف غير سليمة تحول دون الوصول إلى حل القضايا المطروحة. وتقدمت نموذج القضية، قضية الصحراء المغربية مثلا، القول بأن المنطقة الموجودة شرق الجدار هي منطقة محررة، في حين هي منطقة تحت مسؤولية الأمم المتحدة في شخص المينورسو، وهذه المنطقة اعتمدت من طرف الأمم المتحدة مع اتفاق وقف إطلاق النار على أساس أن الجدران الرملية الأمنية الدفاعية شكلت أحد مرجعيات تحديد تلك المنطقة. فهنا نحن إذا نموذج حي حول يعني معطيات تقدم على أساس أنها معطيات في حين هي زائفة. الأخبار الزائفة والتحدي الذي تمثله بالنسبة للشعوب والدول، عملت على التركيز على النموذج أو الحالة المغربية التي تعرف تعرف تحدي حقيقي مرتبط بالأخبار الزائفة، من جهة أن انتشار الشبكات الاجتماعية وخاصة الفيسبوك بحيث تجاوز عدد المستعملين 13 مليون أو هنالك 13 مليون صفحة فيسبوك في المغرب حاليا، أزيد من 70% هم من لشباب أقل من 35 سنة. أيضا الانتشار الهواتف المحمولة والنقالة والتي توفر فرص أكبر لنشر الأخبار وتداول المعلومات والمعطيات. ثم العنصر الثالث وهو التحدي المرتبط بضعف أو غياب ثقافة التحقق من الأخبار على مستوى المجتمع، البحث في المصادر، البحث في تاريخ المعلومات، البحث حول دقتها، كل ما يهم معايير التحقق من الأخبار والبحث في صحتها ودقتها. هذه العناصر تجعل نوع من يعني الخصوصية للتحدي الذي تطرحه الأخبار الزائفة في الحالة المغربية. في الكلمة أيضا ركزت على نموذج تطبيقي. هنالك حالات حصلت، يعني قضية الطفل الذي قيل بأنه طفل الذي مات في تلوج بالبرد في الجبال الأطلس.